مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم وتحيه طيبه ومساء جديد من مساءات يوميات جامعيه عبر قناه عالي، والذي ياتيكم على الهواء مباشره لنقدم لكم ساعه كامله من الحياه الاكاديميه. نتجول وياكم في عدد من الموضوعات والفقرات. اسعد بزميلي في هذه الحلقه وفي كل الحلقات أنس. مساء الخير وحياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام. مساء النور، حياك الله سلطان وحيا الله المشاهدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. كما ذكر زميلي سلطان، ستكون بإذن الله مليئة بالحياة الجامعية والفقرات الماتعة والممتعة بإذن الله. لكن كعادتنا نبدأ بالعناوين. كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد تحتفل بأسبوع تعزيز صحة الفم والأسنان. عباس العقاد في يوميات جامعية. بوفيات الجامعة ومطاعمها، خدماتهم ضعيفة والأسعار نار. كيف يتعامل حراس الأمن في الجامعات مع الطلاب؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. تابعنا وياكم هذه العناوين والتي ستكون معنا في ثنايا هذه الحلقة. بحول الله، العديد من الموضوعات والتقارير والحوارات والضيوف سيكونون معنا في هذا المساء. فقرة أخبارك هي الفقرة التي نستطلع فيها وإياكم آخر الأخبار المتعلقة بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية. جملة من الأخبار عدها الزملاء في فقرة أخبارك، نتابعها ثم نعود للتعليق عليها، فابقوا معنا. بمشاركة 130 باحثا من 21 دولة عربية وأجنبية، وزير التعليم العالي يرعى مؤتمر الإسلام والسلام بجامعة الدمام. يرعى وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري المؤتمر العالمي الإسلام والسلام الذي يعقد في جامعة الدمام في الفترة من 24 إلى 25 من جماد الأولى. ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بالجامعة نخبة من الباحثين والمتخصصين يزيد عددهم عن 130 من 21 دولة عربية وأجنبية. وأعرب مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر، وقال إنه يأتي ضمن دور الجامعة في خدمة المجتمع وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام الذي يتميز بالتسامح والتقارب ويبتعد عن العصبية، والذي يأتي بدوره ضمن التوجه العام. جامعة شقراء تتحرى الجودة في مخرجاتها. نفذت جامعة شقراء عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للتهيئة لنظام الجودة في الجامعة ضمن مشروع تنفيذ نظام الجودة فيها، واستقبلت الجامعة 15 فريقا خارجيا من جامعات سعودية للمراجعة، كما شكلت 40 فريقا للمراجعة الداخلية. وأكدت نتائج لجان المراجعة وجود نقاط قوة وتميز في النظام التعليمي والأكاديمي للجامعة، ونبهت على وجود ملاحظات جرى العمل على تصحيحها وتحسينها فورا وفق متطلبات نظام الجودة. كرسي ابن باز بالجامعة الإسلامية يطرح أبحاثه ودراساته للتنافس بين الباحثين. أعلن كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لدراسات الحكمة في الدعوة بالجامعة الإسلامية قائمة المجموعة الأولى من أبحاثه ودراساته للعام الجامعي الحالي، والتي تضمنت دراستين وخمسة أبحاث علمية. وأوضح الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن صنيتان العمري أن الكرسي طرح دراستين علميتين هما دراسة أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله في شبكات التواصل الاجتماعي بين النظرية والتطبيق، ودراسة وصفية تطبيقية، ودراسة الحكمة في دعوة الجاليات دراسة تحليلية ميدانية. مدير جامعة طيبة يرعى ختام ملتقى طلاب الطب الخليجيين. رعى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع مساء أمس حفل اختتام فعاليات الملتقى الخليجي السابع لطلاب الكليات الصحية الذي نظمته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع جامعة طيبة، وبمشاركة أكثر من 100 طالب طب من مختلف جامعات ومعاهد المملكة ودول الخليج، والذي احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة طيبة. وفد أكاديمي كوري يزور جامعة الأميرة نورة. زار وفد أكاديمي من معهد التنمية الكوري جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتهدف الزيارة إلى مناقشة الوضع الراهن فيما يتعلق بالتحول للمجتمع المعرفي، ويشمل ذلك الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للجامعة في مجال التكنولوجيا والتقنية. كما تم خلال الزيارة الاطلاع على استراتيجية الجامعة والمشاريع التي تتضمنها فيما يختص بالتحول إلى المجتمع المعرفي، كما تم التطرق إلى كافة الأعمال وبرامج التنمية المهنية والبرامج التعليمية والمشاريع البحثية،
ورسائل ومشاريع الطالبات ذات العلاقة والمعامل التي تستخدم التقنية والتكنولوجيا الحديثة. العيسى مشروع آلي للحد من ظلم الأساتذة للطلاب. كشف مدير الشؤون المالية والإدارية بجامعة الملك خالد سعد العيسى عن مشروع تبنته الجامعة للحد من ظاهرة ظلم بعض الأساتذة للطلاب عبر قيام الطالب بتقييم أستاذه آلياً، مبيناً أنه لا يمكن أن تصدر نتيجة أي طالب إلا بعد تقييمه عضو هيئة التدريس. وأضاف: من خلال هذا التقييم نتطلع للحد من هذه السلوكيات ولن نستطيع أن نقضي عليها، وفي حال استخدمنا يداً من حديد كما يريد البعض فسنجد أنفسنا دون أعضاء هيئة التدريس. مواجهة التحديات في جامعة الأمير محمد بن فهد. تعقد جامعة الأمير محمد بن فهد ورشة عمل بعنوان دور القيادات التنفيذية في إدارة عمليات التطوير ومواجهة التحديات غدا الاثنين. وتهدف الورشة إلى مناقشة التحديات التي يفرضها تنامي العلاقات الدولية وترابطها والحاجة إلى التعامل مع ظروف عملية دائمة التغيير، وكذلك أهمية التخطيط الاستراتيجي للتغلب على الأزمات والتحديات وأفضل السبل لوضع الخطط الاستراتيجية المناسبة. ويقدم ورشة العمل البروفيسور عبد الإله بنيس الأستاذ بجامعة ويست مينستر في بريطانيا. بحث فرص العمل بين الكلية التقنية ولجنة شباب الأعمال بالطائف. نظمت الكلية التقنية بالطائف يوم أمس لقاء مفتوحا جمع بين لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية مع خريجي الكلية التقنية، وذلك لعرض فرص العمل في القطاع الخاص بالطائف والتعريف بمركز المنشآت الصغيرة بالغرفة. وفي بداية اللقاء رحب عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد القاسم باللجنة وأهمية هذه اللجنة في تشجيع وتحفيز الشباب على دخول سوق العمل بالقطاع الخاص. وأشار القاسم إلى أهمية التعاون بين الغرفة والكلية فيما يخدم العملية التدريبية والتي تنعكس على تطوير العمل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، تلك هي أبرز أخبارنا في يوميات جامعية من جامعاتنا في مملكتنا الحبيبة. أشرف حقيقة بضيفي الدكتور عبد الله بن عوض الرفيدي عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد ليحدثنا عن تعزيز صحة الفم والأسنان في أسبوع تعزيز صحة الفم والأسنان الخليجي الموحد. مرحبا بك دكتور عبد الله. أنا أستاذ الله مسيك بالخير. دكتور مساك الله بالنور، أنا بودي أن تحدثنا عن هذا الأسبوع، كيف بدأ وما هو الهدف؟ الله يمسيك بالخير إن شاء الله والأخوة المستمعين، وكل عام أنتم طيبين إن شاء الله. وان طيب برضا والنور، حياك الله دكتور. طبعا هذا الأسبوع الخليجي الموحد لتطوير أو لتعزيز صحة الفم والأسنان، ويأتي الأسبوع هذا تحت عنوان وازن غذائك تنعم بصحة فمك. نعم. الفكرة نشأت من المجلس الموحد لوزراء الصحة الخليجيين، ودابت على الأعوام الماضية على النهوض بحقيقة مجموعة من النوعية الاحتفالية البسيطة الحقيقة لتذكير المواطن بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان. مشاركتنا في الكلية الحقيقة هي المشاركة الثانية، نعم، فنرجو من الله سبحانه وتعالى نوفق فيها. طيب ما هو دوركم كجامعة دكتور؟ ما الذي يعني ماذا ما هو الهدف من مشاركتكم أنتم؟ طبعا ما في شك الجامعة أي جامعة هي لها ثلاثة محاور، هي ليس هدفها فقط هو التدريب والتعليم، نعم، ولكن لعل عنصر أو ركيزة من ركائزها هي بالحقيقة التواصل مع المجتمع وأداء خدمة للمجتمع. جيد، أداء خدمة للمجتمع، هل نعم. ترون إقبالا؟ نعم، ولعلها تتمثل في هذا الأسبوع في الحقيقة في المشاركة في الأسبوع هذا اللي هو المعني به من أولا وقبل كل شيء وزارة الصحة، ولكن استحضارا لواجبنا نحو المجتمع آثرنا الحقيقة أن نكون مشاركين ومشاركين فاعلين فيه. جيد، ولعلك ذكرت أنه ما هي الأهداف من ناحيتنا، هذا هو الهدف الحقيقة اللي هو التعزيز تواصل طلابنا مع المجتمع. نعم. ونحن جزء من المجتمع، المجتمع جزء منا، ولكل من الآخر على الآخر يعني الحقيقة واجب لازم القيام به. لو حصرنا الموضوع في الأسنان فقط الحقيقة، ففي المملكة العربية السعودية الحقيقة تعاني من يعني من ارتفاع نسبة أمراض الأسنان واللثة
ونحل لنا حقيقة تسوس الأسنان واحد من الأمور المقلقة يعني رغم البرامج المتكررة سواء التوعوية أو العلاجية لا تزال الحقيقة عندنا نسبة من أعلى النسب الموجودة في العالم لعل المتوسط فيها يصل إلى 90% نسبة تسوس الأطفال في المرحلة العمرية ما بين 6 إلى 7 سنوات وهذه الحقيقة توجب علينا يكون لنا دور كبير. جيد. النواحي التثقيفية والوقائية هي المفروض الحقيقة اللي يكون التركيز عليها أكثر لأن ما نبغى نوصل الحقيقة للمرحلة اللي هي المرحلة المرضية. نعم. فعلى أساس كذا لعل عنوان الأسبوع هذا اللي هو الوازن الغذائي اقتنع بصحة فمك لامس الحقيقة المشكلة الحقيقة وهي عندنا كثير من العادات الغذائية التي لابد يعني الحقيقة من مراجعتها وتوضيحها للأطفال وأولياء الأمور وهذا بإذن الله ما نقوم به في هذا خلال مناشط هذا الأسبوع. طبعا عندنا فريقين في الكلية فريق وجه للطالبات ويقوم بالطالبات وعضوات هيئة التدريس في الكلية وفريق موجه للذكور الطلاب الذكور في المدارس في المراحل التعليم العام والابتدائي بوجه أخص ويقوم عليه طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس. نعم. طبعا بإشراف مباشر من قسم وقاية الأسنان وقسم التعليم الطبي للأسنان في الكلية. وضع برنامج الحقيقة متكامل لها بحيث أن يكون في زيارة لعدد المدارس زي ما ذكرتك للبنات والبنين والقيام بزيارة مراكز التجارية ومراكز التجمع فيها المواطنين ويوجد عندنا الكثير الحقيقة من المطبوعات والمطويات التي يعني تتكلم عن موضوع أهمية التوازن الغذائي وأهمية التخلص من بعض العادات الغير صحية وغير سليمة التي تؤدي في النهاية إلى تعرض السن لمثل هذه الأمراض. طيب جيد دكتور في ظل تلك البرامج التوعوية التي تقومون بها وبشكل مشترك أنا أعني خليجي كيف رأيتم إقبال الناس عليكم وبالذات أنت ذكرت ربما كان هناك بعض البرامج والحملات التوعوية والتثقيفية التي تقومون بها في المراكز التجارية؟ الحقيقة مشاركاتنا تقريبا هي على مدار السنة وفيها سبق شاركنا مع كثير من اللجان الأهلية في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط وأقول لك الكلام هذا على أساس أذكر لك الاستقبال كان جيد جدا الحقيقة والحضور يعني لعل في بعض المناشط تجاوز في يومين أكثر من 800 مواطن ومواطن اللي شاركوا معنا في البرنامج في الحقيقة فالإقبال كبير ومنقطع النظير في الحقيقة ولا يزال المجتمع بحاجة إلى هذه المناشط وتكثيفها. جيد دكتور الآن لنا الحقيقة برامج أخرى نحن نتكلم عن التثقيف. نعم. وهي موجهة في الحقيقة للمدارس التعليم العام في المنطقة عسير بكاملها وقطعنا الحمد لله فيها يعني شوط كبير يعني تقدير مسحنا أكثر من 60% من مدارس مدينة أبها ولا تزال الخطة إن شاء الله مستمرة لتغطية باقي مدارس أبها ثم الانطلاق إلى المحافظات الأخرى بالإضافة إلى أنه قمنا بزيارات متعددة لدار الرعاية الاجتماعية في أبها وقدمنا أكثر من 160 زيارة ما بين توعوية وعلاجية الحقيقة التأهيل الشامل زرناها يعني أكثر من شهرين متواصلين الحقيقة وعاينا جميع النزلاء فيه من الذكور والإناث والحقيقة هذه شريحة تهمنا بالحقيقة وقد تكون بحاجة إلى عناية أكثر نظرا لوجود بعض التشوهات الخلقية وبعض الأمور التي تحتم أنه يكون العناية بصحة الفم والأسنان أكبر من الشرائح الأخرى فالإقبال كبير الإقبال كبير جدا ولكن لا يزال الحقيقة إحنا بحاجة كما ذكرت يعني تكثيف مثل هذه المشاركات بحاجة ربما إلى تسويق بشكل أكبر لكن دعني أسألك دكتور
في ظل الشرائح المستهدفة من خلالكم. أنت ذكرت ربما هناك شرائح مجتمعية، اتجهتم إلى الأسواق التجارية، اتجهتم إلى دور الرعاية، أين اتجاهكم لطلبة الجامعات؟ نعم طبعا هم أولى في الحقيقة. طبعا لا أود أذكر هنا أن نحن نقدم الخدمة على مستويين. جيد. المستوى الأول هو من خلال الكلية وعيادات الكلية. نعم. وهذه متاحة لكل طلاب وطالبات الجامعة ضمن أنه يعني الحقيقة يشملنا، خاصة في الطلاب يشملنا حرم جامعي واحد، فالعيادات متاحة لهم وللجميع سواء مناشطها التثقيفية أو العلاجية. الجزء الثاني من نشاطنا هو يمتد في الحقيقة أن نوصل الأوتريج أو نحن نتوجه للمجتمع في أماكن تواجده. نعم. فاحنا لم نقتصر على تقديم الخدمات في مكان الكلية، ولكنه كذلك في الأماكن يتواجد فيها المواطن، والذي يكون في كثير من الأحيان بحاجة لمثل هذه الخدمات. أنت تقصد إلى أماكن ازدحام المواطنين؟ أماكن تواجد المواطنين. نعم. يعني بشكل أكبر مثل المراكز التجارية. المدارس نعم. الابتدائية في الفترات الصباحية. نعم. ويكون في المدرسة ما بين 300 إلى 400 طالب. نعم. بتنسيق مسبق مع الإدارة وفريق كامل يكون لديه أدوات عرض صوتية وسمعية و جون وفرشاة الأسنان أو تطبيق بعض المواد من التسوق موجودة وتشرح لها مباشر وتطبيقها في على لا. فهذا ما يتعلق بالمدارس. نعم. الأماكن الأخرى اللي يكون فيها متواجد المواطنين زي ما تفضلت هي المراكز التجارية. والمراكز التجارية لنا خطة في هذا الأسبوع إن شاء الله أن يكون في أكبر المراكز التجارية. أنا ودي أذكر أسماء، لكن أكبر المراكز التجارية الموجودة في مدينة أبها وفي محافظة خميس مشيط كذلك. نعم. وتم التنسيق مع إدارات هذه المراكز للقيام بمناشط البرنامج إن شاء الله. جيد. أنا شاكر لك الدكتور عبد الله الرفيدي، وأنت عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد، كنت معنا متحدثا عن أسبوع تعزيز الأسنان الخليجي الموحد. يعطيكم العافية، ونحن نسأل الله عز وجل في يوميات جامعية أن يوفقكم لمساعيكم الخيرة بإذن الله بتثقيف وتوعية المجتمع عن تعزيز الأسنان. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. أشكرك أستاذ أنس، وأرجو أني قدمت للأخوة المستمعين والمستمعات ما فيه الفائدة، وإحنا دائما وأبدا في خدمة المجتمع سواء المواطن بالدرجة الأولى أو أخواننا وضيوفنا المقيمين ما بيننا. لا شك. يعطيك العافية دكتور عبد الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. أنتم مشاهدين الأعزاء، بعد الفاصل سنتابع فقرة ستكون أسبوعية وهي معنا بإذن الله مستمرة طيلة استمرار هذا البرنامج، وهي كتاب الأسبوع، نتابع معكم لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في يوميات جامعية. كما ذكر الزميل أنس قبل الفاصل بأن هذه الفقرة من الفقرات التي ستكون معنا طوال الأسبوع، وهي حديث الكتاب.
هذه الفقرة نستعرض فيها وإياكم عددا من الكتب. سيكون معنا أحد الضيوف الذي يتحدث عن كتاب من الكتب التي اقتناها وخاض رحلة من القراءة فيها، وكذلك انتقاء بعض المقولات والأفكار المهمة عن الكتاب، وكذلك التعرف على بعض المؤلفين. هذه الفقرة لهذا الأسبوع. أسعد بضيفي عبد الله البلعاسي وعضو نادي القراءة. مساء الخير عبد الله. هلا والله، حياك الله. حياك الله عبد الله. طبعا عبد الله، قبل ما ندخل احنا في موضوعنا اللي هو حديث الكتاب او كتاب الأسبوع، خلني أسألك على فكرة او مشروع انتم قمتموه في نادي القراءة، وانت عضو نادي القراءة وكنت مسؤول اللي هو مقر او نادي القراءة في معرض جناح تدوير في معرض الكتاب. ودي تعطي المشاهد الكرام فكرة، يعني وش فكرة جناح تدوير الكتاب اللي أقمتوه أنتم في نادي القراءة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء فكرة اللي هو تدوير الكتاب كان مشروع، وهو مشروع غير ربحي مقام من الجامعة بدعم الجامعة، بحيث أنه فيه كتب نحطها عندنا ويصير يجون أي شخص عنده كتاب قرأه ويبغى يستبدله يحطه ويأخذ مكانه كتاب ثاني. طبعا لازم يكون في نفس القسم، يعني يجيب رواية يأخذ رواية. يجيب أدب. وش الأقسام اللي كانت موجودة عندكم؟ كان فيه الروايات والأدب والدين وفكر وثقافة وتطوير ذات. طيب كيف كان تجاوب، يعني فكرة أنه أنت تقدم كتاب وتأخذ كتاب ثاني، هل في كان في ناس عندهم هالروح تفاعلية أنه مثلا يجي يعطيك كتاب ويأخذ كتاب آخر؟ أول يومين كانوا الناس يعني تقريبا ما عندهم فكرة، مستغربين الفكرة، لكن جدا انبسطوا فيها يعني. والأيام بعد كذا صاروا يعني صار يجينا أكثر من 100 كتاب في اليوم يعني، فصرنا نبدل وصار زحمة، حتى في بعض الناس صاروا يأخذون يجيبون مثلا 10 كتب ويأخذون 5 بس، فصار في تبرع كثير بالكتب يعني. يعني ما كان العدد يأخذوا بنفس العدد اللي ما كان يأخذ نفس العدد. طيب فكرة تدوير الكتاب هذه عرضنا احنا وياك، لكن احنا بنتكلم عن فكرة عرض الكتاب اللي بيكون معنا في هالحلقة هذه. لكن قبل ما ادخل معك في الكتاب اللي بتعرف فيه المشاهد الكرام، طبعا بيكون معنا استطلاع بعد قليل. قبل الاستطلاع عبد الله، ودي اسالك، هل اثر عليك نادي القراءة من جهة اختياراتك لعناوين الكتب، من جهة تحديد وقت القراءة، بمعنى هل أخذت يعني منهج في القراءة مختلف قبل علاقتك بنادي القراءة؟ أكيد أثر، لأن نادي القراءة يربطك في جدول معين. إحنا نجتمع شهرياً نناقش كتاب نقرأه، بعدين نجي ونجتمع ونناقشه، فأنت كذا صرت ملتزم مع جروب وصرت تناقش معاهم وضمن منهجية معينة، منهجية القراءة، وحيث النقاش يعني يزود الفعالية ويخليك تتذكر أنت إيش قريت. جميل. طيب خلينا نتابع مع المشاهدين استطلاع. مشاهدي الكرام، دعونا نتابع وياكم استطلاع حول هذا الموضوع، ثم سنعود مرة أخرى للحديث مع ضيفنا عبد الله البلعاسي حول الكتاب الذي سنستعرضه وياكم لهذا الأسبوع. قم معنا. ماذا تعرف عن عباس العقاد؟ أتوقع أنه كاتب. لا ولا شيء. ما أعرف. أظنه شاعر. مو شاعر، كاتب. لا أعرف أنه في دوارة في مصر بس، هذا اللي أعرفه. ما أدري، اللي أعرفه صراحة أنه كاتب. ما أدري، كأني سمعت أنه كاتب. للأسف ما أعرف. أتوقع أنه روائي. والله الصراحة ما أعرف شيء، أنا أول مرة أسمع فيه. عباس العقاد أديب. والله للأسف ما يحضرني شيء الآن. عباس العقاد مخرج، أظن أن اللي هو كتب فيلم الرسالة. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. حقيقة بعض الإجابات يعني بكل صراحة محبطة، كنا نتمنى أنه تكون مثل هذه الأسماء والقامات الكبرى معروفة لدى شريحة أكبر من الشباب والطلاب، لا سيما أديب كبير وأديب عربي وإسلامي ومصري عباس العقاد. هذا الاسم الذي ظل نتاجه خالدا وما زال، وأيضا كثير من متابعي الدكتور والمؤلف الأديب الراحل، وكذلك كثيرا من الذين تأثروا به ما زالوا، وآخر الذين رحلوا هو الكاتب والمؤلف المصري أنيس منصور. مرة ثانية نرجع لك عبد الله، وإحنا عرفنا المؤلف بس ما عرفنا الكتاب. معنا عباس العقاد، لكن وش الكتاب اللي يكون معنا اليوم؟ طبعا عباس العقاد عنده مجموعة كتب، يعني ألف أكثر من 100 كتاب، ومن ضمن الكتب عنده سلسلة اسمها سلسلة العبقريات. طرح فيها يعني العباقرة اللي شافهم هم عبر التاريخ. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم
عبقرية أبو بكر، عبقرية عمر، عبقرية عثمان وعلي والمسيح عليه السلام. وأظن عبقرية خالد الوليد. عبقرية خالد الوليد مضبوط. إيه فاليوم إحنا راح نطرح يعني قدر الإمكان اللي هو عبقرية عمر. طيب ممكن تعطينا فكرة عن الكتاب بشكل موجز لبناخذ تقرير فيه حديث عن العقاد. طيب فكرة عن الكتاب. عن الكتاب موجزة. قبل ما ندخل في التفاصيل. طيب طبعاً العبقريات ما تناقش الأحداث التاريخية اللي صارت. لا يحلل شخصية العبقري. يعني يمسك شخصية الإسلامية شخصية عمر بن الخطاب ويأخذ أبعادها التاريخية أبعادها الاجتماعية الفلسفية ويحلل شخصية عمر بن الخطاب وإيش اللي خلاه البطل العظيم في التاريخ. إذن هو ليس كتاب سر تاريخي. سر تاريخي. ليس كتاب سر تاريخي. يعني يهتم بالتواريخ ولا الأرقام ولا أبداً. هو يهتم تحليل الشخصي لنفس العبقري. طيب خلينا نأخذ هذا التقرير عن شخصية العقاد ثم نرجع مرة ثانية بنأخذ حديث عن العقاد وندخل في الكتاب. طيب. مع زميلي أنس أيضاً. مشاهدي الكرام دعونا نتابع وياكم هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى فوقكم معنا. عباس محمود العقاد أديب ومفكر وشاعر وصحفي يعد من أهم الأدباء والمفكرين المصريين في العصر الحديث. ولد العقاد في أسوار في 28 يونيو 1889 وتخرج من المدرسة الابتدائية سنة 1903. أسس بالتعاون مع إبراهيم المازني وعبد الرحمن شكري مدرسة الديوان، وكانت هذه المدرسة من أنصار التجديد في الشعر والخروج به عن القالب التقليدي العتيق. عمل العقاد بمصنع للحرير في مدينة دمياط وعمل بالسكك الحديدية لأنه لم ينل من التعليم حظا وافرا، حيث حصل على شهادة الابتدائية فقط، لكنه في الوقت نفسه كان مولعا بالقراءة في مختلف المجالات، وقد أنفق معظم نقوده على شراء الكتب. للعقاد مؤلفات عدة تصل إلى 100 كتاب في مختلف الأصناف. كتب العقاد في الشعر والنقد والرواية وكتب فكرية. من أشهر مؤلفاته على الإطلاق سلسلة العبقريات، والتي تناول فيها عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد رضي الله عنهم. ترجمت بعض كتب العقاد إلى عدة لغات منها الفارسية والأردية والملاوية والألمانية والفرنسية والروسية، وأطلقت كلية اللغة العربية بالأزهر اسم العقاد على إحدى قاعات محاضراتها، وسمي باسمه أحد أشهر شوارع القاهرة وهو شارع عباس العقاد الذي يقع في مدينة نصر. توفي العقاد في 12 من مارس لعام 1964 للميلاد. ومن أشهر أقوال العقاد: لا أحب الكتب لأنني زاهد في الحياة، ولكنني أحب الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيني. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، ورحب بعبد الله البلعاسي وعضو نادي القراء اللي بحدثنا عن الكتاب اللي هو عبقرية عمر. هذا عرضنا تقريب جانب من شخصية العقاد. هل هناك إضافة أو يعني خلينا نقول معلومات أو أحداث لا تعرف عن العقاد ممكن تضيفها للمشاهد الكريم؟ في معلومات طبعا، يعني من خلال المعلومات هذه تقدر تستنتج شخصية عباس العقاد. طبعا هو أعطاه الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية، طبعا رفضها، وأعطي كمان الدكتوراه من جامعة القاهرة ورفضها أيضا. طبعا هو معه ابتدائي. وهو معه ابتدائي أي. وأيضا يعني وعنده أكثر من 100 مؤلف. عنده أكثر من 100 مؤلف وعنده أكثر من 15,000 مقال وأكثر وتسع دواوين. طبعا شاعر عظيم وأسس يعني مجلات وصحف ويعني أسس مجلات وصحف. وطبعا في شيء كمان طريف، هو ما تزوج طبعا، كان يقول عنده موقف من الوقت شوي يعني شديد اي، وكان يقول انه يعني انا ما عندي وقت، يعني الرجل قارئ نهم ومطلع. طيب جيد، الان انا بودي ان تحدثنا ايضا عن الكتاب اللي هو عبقريات عمر رضي الله عنه، وهو ربما الف سلسله عبقريات كما ذكرنا. حدثنا عن كتاب عبقريات عمر. طيب. اللي تحدث فيه كما ذكرت انت عن شخصيه عمر رضي الله عنه. طبعا بالكتاب هذا زي ما قلت لك، هو أخذ شخصية عمر بن الخطاب وحللها كإنسان جيد بغض النظر عن دينه وعن انتمائه، وحلل يعني إيش السبب اللي خلاه من عظام من
التاريخ عظام الأمة الإسلامية. نعم. فأخذ مواقفه قبل الإسلام وكيف كان متعصب جدا ضد الإسلام، وبعدين يوم أسلم صار متعصب مع الإسلام. نعم. وأيضا رد على فيه مستشرقين كانوا يتهمون عمر بن الخطاب أنه أحادي شخصية، يعني ينظر الأمور بمنظور واحد اللي هو منظور الغلظة والشدة. نعم. طبعا عباس العقاد يعني توجه قوي ورد وفند أقاويلهم كلها برد علمي رصين. جيد. طيب خلينا ندخل أكثر تفاصيل في الكتاب. أنت سجلت عدد من الملاحظات أو عدد من الأفكار طرحها في الكتاب حول شخصية عمر. خلينا نبدأ في الموقف الأول أو الحدث الأول المهم يعني في شخصية عمر ذكرها العقاد. طيب طبعا أول شيء أنا عن تعليق اللي هو على هو علق أحد الأصدقاء وهو رسخ في ذهني اللي هو عن عباس العقاد يقول لا يكتب عن العباقرة إلا عبقري. فحين يستطيع عباس العقاد أن يصف محمد صلى الله عليه وسلم ويصف أبو بكر ويصف عمر فهو رجل عبقري. نعم. بالضبط. الفضل الأكبر الموجود عند عمر بن الخطاب اللي هو تحليه بصفة الفاروق لأنه كان يحب الحق ويكره الباطل. فالاسم اسم له دور يعني في الموضوع. ايه نعم الفاروق. اي فكان اسمه الفاروق، يعني هذه كانت أكثر صفة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. صلى الله عليه وسلم. نعم. ايه وكان كان يعرف إيش الأشياء اللي يحتاجونها الناس فيه والأشياء اللي ما يحتاجونها. يعني حين بايع أبو بكر الصديق كان يعلم ماذا يريد أبو بكر وكان يعلم ماذا لا يريد. كيف؟ فحين بايعه قال له قوتي لك مع فضلك. أها. فكان يعلم أنه هو يتحلى بالقوة وأبو بكر يتحلى بالفضل والمكانة. إيه. أها جميل. طيب وإيش المواقف الأخرى اللي أنت سجلتها أو يعني خلينا نقول اقتبستها من عبقريات عمر؟ طيب كان له مواقف قول الحق، هذا من ضمن أنه الفاروق كان لا يخشف قول رأيه حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جريء حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط. كان جريء مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى درجة يعني بعدها يتراجع ويجي يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا أخطأت في حقك. نعم. حتى أن الوحي وافق عمر في ثلاث في أكثر من رأيه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر. فشخصية عمر كانت هي أقرب ربما إلى النبوة من الصحابة، وذلك ما ينص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ودي أيضا من دراسة عباس محمود العقاد وقراءتكم للكتاب، ما هي أبرز سمات شخصية عمر رضي الله عنه؟ يعني عدا عن الجرأة في الحق كما ذكرت، وربما الكثير من الأدلة تنص على ذلك. عمر رضي الله عنه اختلفت مواقفه. كان له موقفا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اختلف عن موقفه حين كان يعني مستشارا لأبو بكر الصديق. اختلف عن موقفه حين كان خليفة. حين أصبح خليفة. باختلاف أو نعم. تفضل. هو باختلاف السلطة الموجودة. في حيث إذا صار معها سلطة كخليفة. طيب في الجانب السياسي أظن علق العقاد. ايه؟ وش علق على عمر في الجانب السياسي؟ طبعا هو علق الإشكالية في فصل ممتاز بالكتاب. اللي هو عمر بن الخطاب والحكومة العصرية. فكان يسقط الأحداث السياسية اللي صارت في عهد عمر بن الخطاب يسقطها على الدولة الحديثة. أو بالضبط هذا اللي سووه المستشرقين. وهذه إشكالية. يعني أنت ما تقدر تقيس الدولة الحديثة على دولة كانت قبل 1400 سنة. وكانوا يعيبون عليها غلظته وشدته. وكان يعني في وقتها كانت مناسبة. يعني الغلظة والشدة في ذلك الوقت كانت هي الأنسب. طيب جيد. أنا بودي أسألك ربما سأل زميلي سلطان عن الجانب السياسي وبالتالي الجانب الاجتماعي، كيف كانت صداقات عمر بن الخطاب؟ كيف كانت حياته في أسرته مع زوجاته مع أولاده؟ ألم يركز الكاتب عباس محمود العقاد على ذلك الجانب؟ هو مضبوط الفصل الأخير ركزوا. نعم. على القسم هذا. طبعا اللي يقرأ قصة عمر بن الخطاب يعتقد أنه حتى مع زوجته. نعم. إيه. لكن كان معروف قصة عمر بن الخطاب انه كان زوجته ترفع صوتها عليه وكان يعني كيف شلون ترفع صوت شخصيته داخل المنزل يعني لم تكن بشخصية عمر خارج المنزل لم تكن شخصية عمر وكان بكاء عمر. إيه. يعني نعم. رغم الشدة اللي عنده كان يبكي كثيرا عمر بن الخطاب. نعم. جاي بس حدثنا عن حياته داخل أسرته، هل مثلا هناك كانت مواقف معينة؟ كان يعني اكثر كان يشد على نفسه وعلى عياله عشان الناس ما
تشوفه هو شاد يشد عليهم يلومونه. يعني طيب ايضا طيب هل باقي نقاط تعرضها بشكل سريع لانه طيب ما تبقى معنا وقت؟ طيب طبعا عمر بن الخطاب له مواقف كثير، يعني مثلا عبقريته السياسيه في طريقه عزل الولاة، كانوا حين يشتكون اليه والي يعزله مباشره، عدم توسعه بالفتوحات لانه ركز على تطوير وبناء الدوله، بنى الدوله، بنى المدن البصره والكوفه، وضع الدواوين ووضع الدواوين واسس اللي هو التقويم الهجري. التقويم الهجري اي. وطبعا في تعليق انا سجلته عندي، تعليق هو للدكتور عدنان ابراهيم في خطبته عن عمر بن الخطاب، قال نحن لا نحتاج عمر، نحن نحتاج نظام عمر. نعم. من يقول القول هذا؟ دكتور عدنان ابراهيم. دكتور عدنان ابراهيم. طيب اخيرا خلينا نقول وش اللي السمة الابرز، يعني تستطيع تعطينا بجمله يعني اللي خرج فيها من كتاب العقاد عن عبقريه عمر؟ السمة الابرز فيه انه قال لم يجعل الحق لعمر صديقا. فهذا اكثر شيء اثر في الشخص. الله يعطيك العافيه عبد الله، واستمتعنا معك ان شاء الله. نسعد بك في لقاء قادم وتستعرض معنا ان شاء الله كتاب اخر، وايضا نستطلع معك حديث حول نادي القراءه ومشاريعكم القادمه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، سنذهب وياكم الى فاصل قصير ثم نعود مره اخرى للحديث معكم في موضوع اخر من يوميات جامعيه، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء من جديد. فقره حراك لليوم عنوانها هو اسعار البوفيات الجامعيه، وهل هي كما يشتكي طلابنا، هل هي لهذه الدرجه من الغلاء؟ اسعد واشرف حقيقه بضيفي الاستاذ محمد المحمد وهو طالب جامعي، مرحبا بك. اهلا وسهلا فيكم جميعا. كما بدات الفقره بسؤال ساوجهه لك، هل هي فعلا لهذه الدرجه كما يشتكي بعض الطلبة الجامعيين، هل هي غالية فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء ما اشتكى أحد من فراغ، ما أتوقع أنهم اشتكوا من فراغ. نعم. ولهذا أعتقد أنه في خلل اضطر الناس أنهم يعني الطلاب تحديدا أنهم يعني يخرجوا بصوتهم للخارج، عشان كذا أتوقع أنه فعلا هي يعني وصلت إلى مرحلة يعني لابد إعادة النظر فيها. جيد. هل من أي ناحية إعادة النظر؟ تقصد أنه على حد علمي أن ما فيه أي عقد يدخل الجامعة بالنسبة للجهات مثلاً الاستثمارية مثلاً كالمطاعم، ما يدخل أي عقد إلا بالنظر لأسعارها، أسعاره اللي ستقوم هذه الجهة ببيعها أثناء
يعني الأسعار اللي تعتمد أثناء بيع السلع اللي يستخدمونها. يا سلام. وللأسف أن الأسعار يعني الموجودة داخل الجامعة هي نفس الأسعار الموجودة خارج الجامعة، لا يوجد فرق. وبالتالي أنت طالب ربما بأسعار تفضيلية داخل الجامعة. طبعا هو هذا النظام. أنت ذكرت أنه ربما يعني الجامعة لديها خبر عن الأسعار ولا تدخل يعني تلك الأسعار ولا تثمن السلع الموجودة إلا بعلم إدارة الجامعة. إذن إدارة الجامعة لا علم. نعم، هي تدري، هي يعني إدارة الجامعة لا تقوم باعتماد أي جهة. نعم. إلا عندما يعني تقوم هذه الجهة بعرض الأسعار اللي يعني تقوم بإبرازها للطلبة. فبالتالي يعني أنا ما أعتقد أن في أي جهة ستدخل الجامعة إلا بأسعار مختلفة عن الخارج. الأصل. وإلا ما استفدنا شيء. أن أنت ما ترى أنه يكون هناك أسعار تفضيلية للطلاب. بالضبط. المفروض يكون الأسعار الموجودة داخل الجامعة. نعم. خاصة فقط بالطلبة. لكنها هي أنت تقول قريبة للخارج، نفس الأسعار. هي نفس الآن الحالي. نعم. هو نفس الخارج، مو قريبة، هي نفس الخارج الآن. نفس الأسعار تماما. جيد. سلطان. جميل. في تقرير حول الموضوع، موضوع البوفيهات، تابع مع المشاهدين الكرام، ونعود مرة أخرى لاستكمال الحديث حول هذا الموضوع، أسعار البوفيهات. هل الكافتيريا الجامعية نعمة أم نقمة للطالب الجامعي؟ فأن تدفع ثمن وجبة غذائية عادية أو مشروب ما في فندق أو مرفق سياحي ضعف أو ضعفي سعره الطبيعي، فهذا شيء قد يكون مقبولاً، ولكن من غير الطبيعي أن يحصل ذلك في كافتيريا الجامعة أو الكلية. في بعض الكافتيريا أسعارها غالية، مو كل الطلاب يقدرون عليها، فهذه تسبب مشكلة. مثلاً إذا طالب بيجلس من 8 إلى 5 في الجامعة، طبيعي أنه يحتاج وجبتين، هي وجبة الفطور ووجبة الغداء. بيحتاج أنه يكون فيه كافيتيريا مناسبة بأكل مناسب. طبعاً بالنسبة للكافيتيريا هذه أنا أشوف أسعارها غالية، بما أني طالب وبما أني طالب مقطوع عني المكافأة، لكن كان مصروف الشخص لي أنا أشوف الكافيتيريا هذه غالية. يعني مو بكل يوم يمكن أخذ نص الطلب، أو يعني على حسب، يعني على حسب المصروف الجيب اللي كان معي. بالنسبة للكافيات والمطاعم الثانية، فمثل الكافيات أسعارها مرتفعة بالنسبة لتكلفة كطالب. هل تقاس الأسعار على جودة الخدمة؟ فعبوة ماء يختلف سعرها في نفس الكلية من كافتيريا إلى أخرى. الكافتيريا تنقسم قسمين في الجامعة، اللي هي الكافتيريا الخاصة والكافتيريا المشغلة للجامعة. الجامعة تتعاقد مع كافتيريات اللي تشغلها. طبعا التشغيلية جودتها تقريبا 40% وأقل، بحيث انها اللي مثل ما تقول محتكر على الجامعه. اما بالنسبه للخاصه طبعا 70% من الطلاب يفضلونها، حكم انه نوعيتها كويسه، تلقى الاكل مضبوط، نفس المكان الجلسه تلقاها رايقه شوي، بس الاسعار مرتفعه فيها شوي. لكن كجوده، هي كجوده يعني حلوه جودتها. طبعا بعكس الكافيتيريا الثانيه اللي موجوده عندنا، الاسعار رخيصه لكن جودتها يعني مش قد كذا، عرفت شلون؟ تكون أسعار الكافيتريات الموجودة تابع الجامعة أقل تكلفة، بس تكون الجودة أقل نوعا ما يعني. ويبقى السؤال دائما، هل أنشئت الكافيتريات الجامعية بهدف توفير خدمات للطالب؟ أم الهدف منها الربح المادي؟ مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد. ذلك هو تقريرنا عن أسعار بوفيهيات الجامعات، وأنا أشكر حقيقة فريق الإعداد على إعداد هذا التقرير. وسأتوجه لكم الأستاذ محمد، أنت هل ترى فعلا الأسعار ملائمة لما تقدم من خدمة، أم أنها فعلا هي غرضها من وجودها بالجامعات هو الغرض الربحي؟ والله أنا أرى تماما أن الوضع يعني انتقل من مجرد توفير خدمات أو خيارات إضافية للطالب إلى أن الوضع يكون ربحي بحت. والدليل على ذلك نستطيع الذهاب إلى أي كافيتيريا موجودة داخل الجامعة ونقارن بينها وبين الأسعار الموجودة خارجها، وستكون، وأنا متأكد من هذا لأني أنا يعني أقوم باستمرار بالتعامل مع هذه الكافيتيريات، وأعرف أن الأسعار هي تماما مطابقة للأسعار الخارج الجامعة. طيب، في ظل هذا الارتفاع في الأسعار، هل هناك إقبال من الطلبة على بوفيهات الجامعات؟
والله أنا أقول لك ربما ذكر أحد الطلبة أنه هو موجود في الجامعة من 8 إلى 5. نعم. طيب أنا وين أروح؟ هو ماله إلا البوفيه حق الجامعة. هو أنا يعني قعدت أحسبها ذاك اليوم، هي 15 ريال مينيموم على أي وجبة. نعم. 15 في 10 هذه 150، 150 ضرب 4 هذه 4 هذه يعني وصلت الآن 600 ريال، يعني مكافأة الطالب. أحسنت. مكافأة الطالب حتكفي أول أسبوع يتعامل مع الكافيتريات هذه، بعدين الأسبوع الثاني هذا مرحلة الخطر، الأسبوع الثالث الرجال خلاص مع السلامة، ما في ولا شيء باقي مكافأة. سويدات يعني. بالضبط يعني، فأتوقع أن الوضع مزري صراحة كطالب. أي. كطالب جامعي يعني مكافأته في كثير من الأحيان تكون 840 ريال. جيد. وأنت صاحب التجربة والطالب تطرح الحلول، إيش رأيك؟ زي ما قال سلطان يسوي دايت. أنا طبعا ما حنتقد إلا بحل، وأنا أرى أن الحل المناسب في مثل هذه المشاكل الآن أي جهة تدخل الجامعة أكيد أنها حتدفع يعني قيمة أجار، لأن بس هي غالبا شركات. نعم، بس تدفع قيمة أجار، هي ما تدخل إلا بقيمة أجار، أو على الأقل يكون في كونتراكت أو عقد بين الجامعة وبين هذه الجهة. لو الجامعة تخلت عن موضوع هذا مثلا، يعني بدل ما نأجركم المكان بفلوس احنا حنعفيكم عن أجار المكان وحندخلكم مجانا، في يعني الشرط انك تبيع مثلا نصف القيمة حقت السلعة، ومثلا خلينا نكون كويسين 65% من قيمة السلعة، بالطريقة ذي يمكن نحل مشكلة كبيرة، يعني يصير الطالب عنده إمكانية أنه والله يروح للجهة الفلانية أو الأخرى. لكن ما تشوف في بعض الجامعات تقدم كافيتريات خاصة فيها؟ تقدم هي كل جامعة لها عقد مع جهة واحدة، هذا اللي أنا أعرفه، هي محتكرة على جهة واحدة. جهة واحدة. جهة واحدة. الجهة هذه تقدم خدمات بأسعار باهظة، يعني جدا قليلة صراحة، يعني في أسعار، لكن يعني انت كطالب جامعي جودتها ما هي يعني تبغى كل يوم تاكل من نفس المكان وانت تدري انه انت مرتاح يعني نفسيا، فشوي الوضع صعب يعني. لكن لما يكون في اكثر من جهه، وهذا اللي احنا كنا ننادي فيه حتى قبل اخر شركه مثلا جت في الملك سعود، كان في قبلها شركه بهدلت الطلاب وكنا نكتب واستجاب مدير الجامعه وفعلا تم التغيير بشكل جذري، ولكن تجيب لي جهه واحده انا ما استفيد. لازم يكون لو بده يكون في خيارات اكثر للطالب حتى يتيسر له. وايضا احنا نتمنى ان شاء الله يكون معنا في حلقه قادمه واحد من المسؤولين عن التغذيه في الجامعات، يا ليت حتى نعرض عليه الموضوع بشكل اكبر. الله يعطيك العافيه محمد. اجل انت مسوي دايت بس قبل نختم، انت مسوي دايت يعني؟ اي علشان انت احد الطلاب الجامعات، علشان الاسعار البوفيهات اكيد بتسوي دايت، لانه الشركات التشغيليه الاخرى اسعارها مرتفعه تقريبا. لا بس ترى انت موظف معنا هنا على فكره، ما حتسوي دايت لان المكافاه. لا لانه الاسعار اللي موجوده في الكافيتريات الموجوده الجانبيه اللي هي الشركات التشغيليه تاتي بسعر نفس زياده الخدمه بالضبط نفس الاسعار الخارجيه. الله يعطيك العافيه محمد، شكرا. يعطيك العافية محمد، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الأعزاء، الحل كما يقول سلطان ترى أنه سووا دايت في حتى يعني تتقوا ارتفاع الأسعار في بوفيات الجامعات. نراكم بعد فاصل قصير لنتابع باقي فقرات يوميات جامعية، انتظرونا. مدن صنعت التاريخ واستحقت أن تكون منارة بعلومها ليقصدها طالبو العلم أينما وجدوا. نصحبكم في كل حلقة لتزوروا مدينة جديدة وتتعرفوا على تاريخها وأبرز معالمها. نلتقي بالطلاب السعوديين المتواجدين فيها ليحكوا لنا عن حياتهم وتجاربهم الدراسية. من كل مدينة على قناة عالي.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في يوميات جامعية. الأمن والسلامة في الجامعات قد تكون أكثر القطاعات التي يحتك بها الطالب، لا سيما في فترة الدخول والخروج. كثير من النقاشات وأيضا أحيانا المناوشات بين الطالب ورجال الجامعات، المهمة التي يقومون بها ليست يسيرة، تحديدا في تنظيم عملية السير وأيضا في الحفاظ على الأمن داخل الجامعة. سيكون معنا حديث في هذه الفقرة أنا وزميل أنس، لكن قبل أن ندخل لهذه الفقرة دعونا نتابع وياكم هذا التقرير حول هذا الموضوع، ثم نعود مرة أخرى لاستكمال الحديث مع ضيوفنا، فابقوا معنا. يعود من ورديته بعد يوم شاق وطويل، يسلم متعلقاته ويمضي ليستعد ليوم آخر. رجال الأمن والسلامة يقفون تحت لهيب الشمس منظمين ومحافظين على سلامة الجميع في محيط الجامعة، ولكن هل صحيح أن بعض الطلاب ينظرون إليهم بنظرة دونية؟ أتمنى أن يكون الاتهام هذا غير صحيح، لأن لو صار فعلا في فوقية ما راح يكون في عمل في الجامعة. يجي بعضهم يتلفظ، مو كلهم، في بعض تعامله معنا ممتاز يتفهم الوضع، وبعض ما يتفهمون. المجتمع يرى أن السكرتي يعني ما له ذيك الأهمية، ويعامله بمعاملة مثلا ما تليق فيه، مع أنه مفروض يعامل كرجل أمن دولة. وفي حال أخطأ الطالب على رجل الأمن وتهجم عليه، في بعض منهم ينزل يتهجم عليك كذا يعني بالكلام، أو يحاول يمد يده عليك عشان كذا تتطور بينكم الأمور، بس أنا نبعد عنها. نعم، بالنسبة لرجال الأمن معطينا صلاحية كاملة من الإدارة، بس بحدود عملك، ما تتجاوز عملك. وللموضوعية، فلا يصح أن نقف دوما ضد الطالب، فرجل الأمن يخطئ، أليس كذلك؟ ما في إنسان ما يخطئ، لكن الخطأ يتدارك سواء من الطالب أو من رجل الأمن، لكن رجل الأمن خطأ يتحملها الشخص ذاته اللي في الموقع. في بعضهم يستخدم قوة في غير محلها، لكن يرجع الأول والأخير ترى لهم أهميتهم، بالعكس حنا نفرح لأن شفنا رجل الأمن في الجامعة تطمن أصلاً في أي قطاع. هل سيبقى بعض الطلاب الجامعيين أسرى لحماقات يفترض أنهم تجاوزوها منذ زمن؟ أم أن على رجال الأمن عدم دفعهم لمثل هذه التصرفات الحمقى؟ أم أن الموضوع كذبة من الأساس؟ لبرنامج يوميات جامعية، خالد المصري من جامعة الملك سعود بالرياض. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد، ذلك هو تقريرنا عن الأمن والسلامة الجامعي. نشكر أيضا فريق الإعداد وشكرا لخالد المصري على هذا التقرير. أشرف حقيقة بضيفي الدكتور عبد الله صبيعي مدير السلامة والأمن الجامعي، مرحبا بك دكتور. حياك الله أخوي أو أستاذ عبد الله، حياك الله، مساك الله بالخير. مرحبا، حياك الله. أستاذ عبد الله، دعني أسألك الآن، ما هي وظيفتكم أنتم الأمن والسلامة الجامعية؟ ما هي الوظيفة الأساس التي تقومون أنتم عليها في الجامعات؟ بالنسبة لبداية أخوينا، أود أن أشكر قناة عاري فضائية وجميع القائمين عليها، وعلى رأس المعالي وزير التعليم العالي، كما أخص بالشكر للأستاذ ابتسام المقرن ومنسقة البرامج على حرصها وتواصلها. نعم، الشكر لك، حياك الله. حياك الله. أما فيما يخص المهام الرئيسية لإدارة السلامة والأمن الجامعي في الجامعات، نعم، هي الحفاظ على البشر والمعدات، محافظة على الأمن والنظام، وتنظيم الحركة المرورية، والتأكد من وسائل السلامة في جميع المباني، ومحافظة على سلامة الطلاب، وتهيئة بيئة دراسية ملائمة لجميع الطلاب والزائرين الجامعة. هذا فيما يخص الوظيفة الأساسية لإدارة الأمن والسلامة. جيد، جميل. طيب أستاذ عبد الله، الحديث يعني يمكن اللي احنا ودنا يعني كنا تركيز عليه بشكل أكبر، أو سؤالي لك هو حول العلاقة مع الطلاب. كيف تجد علاقة الطلاب مع رجال الأمن؟ أنت مسؤول أمن السلامة، وأكيد تجيك يعني ردود الفعل وشكاوى من الأفراد الموجودين في الميدان عن تعامل الطلاب معهم، المشكلات اللي أحيانا قد تحدث. نعم، فيما يخص العلاقة بين رجال الأمن والطلاب في الجامعة، وأتكلم بصفة خاصة عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فلله الحمد علاقة تقوم على الالتزام، الاحترام المتبادل، كونه في الأساس معظم رجال الأمن لدينا يعني
هم من وفي الجامعة يعني بعضهم يعني متخرج من الجامعة ويدرسون في الجامعة وعلى قدر كبير من المسؤولية. أيضا يعرفون ظروف الطلاب ومحاضرات الطلاب وما إلى ذلك. أيضا في المقابل طلاب الجامعة الكثير منهم يتعاملوا مع رجال أمن بطريقة تنم عن فكر واعي ولله الحمد. صحيح لدينا هناك بعض الحالات الفردية لكنها قليلة جدا. وكان في السابق هناك بعض الحذر والشكوك وهناك فجوة بين الطالب ورجل الأمن. لكنه ولله الحمد يعني تم ردم هذه الفجوة من خلال لقاءات مفتوحة مع الطلاب وخاصة طلاب السنة التحضيرية. أيضا من خلال إقامة العديد من المعارض وبما يخص المرور والسلامة والتوعية. في بعض الحالات عندنا بين بعض الطلاب لكنها لا يعني لا تشكل ظاهرة. جميل جيد. طيب جميل. أستاذ عبد الله أنا بودي أسألك ما سر هذه الفجوة؟ لماذا وجدت هذه الفجوة بين الطالب يعني مسؤولية الأمن في الجامعة؟ وأين دوركم أنتم وأنت مدير الأمن والسلامة في توعية ربما الطلبة؟ ما هو هل لكم دور مثلا في الجامعات من ناحية توعية الطلبة وتوعية أصلا رجال الأمن المسؤولين في الجامعات؟ أخي العزيز بالنسبة لهذه الفجوة كانت في السابق فجوة بين الطالب. أيضا في السابق كان بين المواطن وبين رجل الأمن في الشارع بعض الفجوة. ردمت هذه الفجوة من خلال التوعية من خلال وسائل من خلال التوعية. أيضا لدينا بعض المحاضرات نقيمها مع الطلاب لقاءات مفتوحة مع الطلاب يعرضوا مشاكلهم ونعرض لهم خدمات التي يقوم بها رجال الأمن عموما في الجامعة. جميل جيد. الله يعطيكم العافية وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أستاذ عبد الله السبيعي مدير أمن والسلام جامعة الإمام أحمد بن سعود الإسلامية على هذا الجهد الذي تقومون به في الجامعة وما تقدمونه من خدمة للطلاب الجامعيين. يعني هي مهمة تواصل مع الجمهور هي مهمة كبيرة. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الله. سيكون معنا أيضا مشاهدي الكرام تجربة لطالب مبتعث وتعامل رجال الأمن في أحد الجامعات البريطانية تحديدا. سيكون معنا ركان الطلبة في الجامعات. انت كيف تجد يمكن ما احتكت فيهم كثير لكنه اجد انه في ترتيب قانوني ونظامي لمسألة الدخول والخروج. نعم. فقلل الاحتكاك يعني ما صار في احتكاك بشكل كالمعتاد يعني كما اعتدنا عليه يعني ما في احتكاك لانه غالبا اذا كانت الجامعة توفر زي ما ذكر الأستاذ عبد الله اذا وفرت الجامعة الإرشادات المهمة وطريقة تنظيمية جيدة ما في أي مشكلات فما يحدث فيها أي مشكلة. معنا التجربة الآن اللي هي من جامعة بريطانية ركان الحيمي. نعم. ومبتعث من بريطانيا. مساء الخير ركان. مساء الخير يا هلا وسهلا. حياك الله ركان. ركان خلنا نسألك عن تجربتك أنت مع رجال الأمن في الجامعة وأنت طالب مبتعث مغترب بشكل عام يعني تعاملهم مع الطلبة سواء مغتربين أو مواطنين في بريطانيا من جهة تعاملهم بحركة المرور أو حتى داخل الجامعة. نعم. بالنسبة للجامعات في بريطانيا هنا في ولاية ويلز تكون في مدينة شارلوت. بالنسبة للحركة المرورية في حرم الجامعة طبعا بحكم أنه الجامعات هنا صراحة لا تقارن بحجم جامعات المملكة ولكن طبعا هناك مثلا مواقف خاصه للطلبه هناك مواقف خاصه للدكاتره والاداريين واعضاء الصف يعني حق الجامعه طبعا هناك مواقف خاصه طبعا لذوي الاحتياجات الخاصه في جميع طبعا الجامعه بشكل عام ذوي الاحتياجات الخاصه لهم تقديرهم ولهم حجمهم في الجامعه. هذا بالنسبه للحرم الخارجي ومثلا المواقف وحركه السيارات والمرور في حرم الجامعه. داخليا بالنسبة داخليا طبعا المنطقة مثلا عندنا هناك في شيء الليبرج طبعا المكتب للجامعة شغالة في بعض الجامعات لمدة 24 ساعة طبعا على مدار الساعة في جامعات مثلا حتى الساعة مثلا 10 مساء فطبعا لأنه هناك الطلبة يكون مزودين في الليبرج بجميع الاحتياجات اللي يحتاجونها من كتب من مثلا أجهزة إلكترونية مثل طابعات جميع الأشياء اللي يحتاجونها هناك عشان يقدروا يدرسوا بشكل جيد في المكتبة. فطبعا بالنسبة للأمن في هذا المكان همهم الشغل إنه مثلا الساعة 5 أي طالب يقدر يدخل هذه المكتبة بعد مثلا الساعة 5 مساء ضروري إنه يظهر بطاقته كطالب ويثبت إنه يدرس في هذه الجامعة ويسجل الحضور ويوقع على دخوله وهو خارج طبعا يخرج طبعا هذا كله مراقب مثلا بالكاميرات ومراقبين طبعا الطلبة هناك الأمن هناك جدا عالي
في بعض الجامعات مثلا اللي اماكنها يعتبر بعيده عن السنتر ممنوع انك تقعد بعد الساعه 10 مساء حفاظا على الطلبه، لانه مثلا الوقت متاخر في الليل. خاصه تعرف هنا في بريطانيا مثلا الاجواء البلد الاجواء المدينه بعد الساعه 9 تعتبر شبه ميته، لا حركه يعني ما تشوف اي حركه في المدينه. جميل. يعني تعاملهم مع الطلبه ما في تفرق، سواء انت اجنب انت بريطاني انت غير بريطاني، لا هذا ابدا ما حسينا نهائي في خلاف التعامل. احنا نتمنى لك ركان التوفيق طبعا، ونتمنى لك بوقت بنفس الوقت ان شاء الله انك تكون ضيف معنا بعد ما ترجع من البعثه، ونتكلم معك ان شاء الله في مشوارك التعليمي. تسلم يا خالد، شكرا لكم للاتصال. شكرا جزيلا لك ركان. يعطيك العافيه سلطان. احنا ربما وصلنا الى ختام الحلقه، اظن بقي احد ولا لم يتبقى احد ناخذ تجارب اخرى ايضا معنا؟ اتصال يا شباب باقي. طيب شكرا ويعطيكم العافيه انتم من كنتم مسؤولين في الكنترول روم. شكرا لك سلطان، يعطيك العافيه. هل لك كلمه في ختام هذه الحلقه؟ كلمه لك. الكلمه لي اذا. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء في ختام هذه الحلقه، باذن الله نراكم في مساء الغد مع يوميات جامعيه والجديد باذن الله. كونوا على الموعد في رعايه الله.